أمن يعني شبه منتهي، إمكانيات صفر، أيضا الناس مسلحين. نظرنا لهذا كله ونظرنا للحالة الأمنية سنعرف أن الحالة الأمنية هي حالة جيدة، وإنما هو موجود الحمد لله الشارع أحيانا هي نتوءات تحدث حتى في الحالات الطبيعية، لكن وجود الحرية الزائدة الذي نريد مزيدا منها أيضا نحن نحرص عليها، هي ربما الإعلام يضخمها ويكبرها. العميد محمود المغبشي مدير أمن محافظة تعز يتحدث عن الجانب الأمني بالمحافظة والواقع الذي ورثه الأمن، مؤمنا بأن الإيمان بالواقع هو الخطوة الأولى للنجاح. عمل جاهدا كل ما يستطيع من قوة لإعادة هذه المنسى التي تعرضت للتدمير والتخريب الكامل، واستطاع خلال فترة البسيطة أن يعيد ترتيب أوراق هذه المؤسسة، إلا أن كان الأجل أسرع منه، فقد كان لديه نية حقيقية وصادقة بأن يعيد جهاز أمن إلى العمل في محافظة تعز. عرفناه رجلا صبورا ذو أخلاق عالية للأمانة، يعني من يجلس بجواره لا يصدق أنه مدير أمن، حتى أن بعض زملائه يقول ما قد عرفنا مدير أمن مثل العميد محمود المغبشي بأخلاقه وتواضعه وبساطته. لم يسعفه المرض لينفذ خططه الأمنية، بل فارق الحياة قبل أيام في جمهورية مصر العربية ليصل جثمانه إلى مدينة تعز ليجد إخوانه ومحبيه في استقباله ووداعه بنفس الوقت. الحمد لله رب العالمين. الوالد كان مربي ليس في البيت فقط، إنما أيضا في العمل ومع زملائه ومع أفراده، أثره كبير وإن شاء الله يظهر أثره في المستقبل مع زملائه ويظهر في الوضع الأمني إن شاء الله. نودع ركيزة من ركائز الأمن العميد محمود المغبشي رحمة الله عليه، كان فعلا من طموحاته أن يثبت الأمن في ربوع المدينة والمحافظة، لكن القدر كان أسرع وانتقل إلى ربه وترك هذا الحمل الثقيل الذي تعجز أو يعجز الإنسان عن التعبير عن مواقفه البطولية التي كانت مشرفة للجميع. رحم الله العميد المغبشي، عمل جاهدا لتوفير الأمن لأهله وأبناء مدينته، ولكن الفوضى والعبث كان أكبر منه وأكبر من إمكاناته. كان رجلا إداريا ناجحا جاء بغير وقته، وسيظل أبناء تعز يذكرونه بهدوئه وابتسامته التي لا تفارق محياه، وصاحب القلب الكبير الذي تحمل كلاما ونقدا لا يتحمله إلا الكبار، الذين يعطون ولا يأخذون ويعملون ولا يفترون.